بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم جميعا، معكم اكرم من قناه نيو جود جيمنج، واليوم معايا ضيف ولد اختي. عرف بنفسك. انا اسمي عبد الله. كيف الحال يا خالي؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ ايش مسوي؟ كيف جيران؟ والله تمام. المهم ايه، كمل. كيف اهل جده؟ والله حر. المهم اليوم طبعا انت تكون ضيف معايا في المقطع ذا. طبعا اول شيء، انت ايش رايك بالالعاب الرزين؟ الله، احلى العاب. ايه كمل. احلى العاب يا اخي. بس هذا ما جربته بس ما قد ختمته. هذا الجزء تقريبا كان على ايام البلاي ستيشن 1 سنه المهم كان على البلاي ستيشن 1 سنه 1999. ده تقريبا ثالث جزء نزل. ف اكيد نمسيس معقدك. ها اي والله. والله انت صادق. قد قابلته كثير. تدري ترى نسيت احط ارجع الجهاز، نسيت ارجع الحبر. طيب انت طبعا ختمت اجزاء كثيره صح؟ ما يحتاج. ما عليك. طيب ايش ختمت يعني؟ كم اجزاء رزدنت كلها؟ والله كثيرة، بس أنا حكم معرفتي فيك أنا أقول لك الأجزاء اللي ختمتها. أنت يمكن ما تعرف الأسامي. أيوه. بس ختمت ناسيها. أيوه ختمت. أنت كود فيرونيكا اللي كلير. أيوه كلير تنقذ كيرس بالضبط أخوها. وختمت كمان شو اسمه ذا جيل. ختمت جيل اللي في السفينة اللي هو ريزنت إيفل ريفليشن. وختمت الرابع. احلى جزء اقول لكم، مش جزء ليون. لا الجزء الرابع بالنسبه لي مو احلى جزء. انا احلى جزء بصراحه. انت لو تشوف الجزء الثاني توقعك ختمت الثاني صح؟ الثاني اللي قبل دحان على جيتكم دي ختمتوه. الله ما ادري اللي فيها كلير وليون. طيب انت احلى جزء. والله احلى جزء. انت خمن وبشوف تخمينك صح ولا لا. انا اقول يمكن انت تحب الخامس. لا اللي في افريقيا. لا اللي في افريقيا كمان حلو ذاك اللي فيه كرس وشبه. بس تدري ما هو جزئي المفضل كمان. فكر. ها يلا ايش كمان جزئي المفضل غير ذاك؟ السابع حلو احبه بس مو جزئي المفضل. ها وش قول؟ كود فيرونيكا اللي كلير تبغى تنقذ كرس. بالله هذا احلى جزء. والله ختمت لدرجه ما تتصورها. طبعا هذا الجزء الثالث في مستوى صعوبه ولا على طول تلعب؟ لا في مستوى السهوله يجيك برشاش وبعلاجات. طيب انت في اي جزء؟ في اي مستوى؟ فقاعد سهل ولا؟ والله انا قاعد العب بالصعوبه لانه ما في وسط، يا سهل يا صعب. فما حد يقدر يعني ما حد هيقدر يختار السهل غير الواحد اللي مره غشيم، مو غشيم يعني انه مبتدئ وكذا، فهمت كيف؟ بس انا ختمت اجزاء كثيره خلاص. كم مره لعبتوا هذا؟ والله إذا تقريباً سؤال الأهم. تقريباً سؤال الأهم. أيوه كم لك تلعبوا؟ يعني اللعب ذا اللي دحين ذي السنة؟ أيوه والله تقريباً لي شهرين كذا. قريب يعني. المهم أنت لا تتهرب، قل لي ختمت كود فيرونيكا، ختمت ريفيليشن. أيوه. وختمت إيش كمان؟ حق إفريقيا. حق افريقيا وحق ليون. ايوه وختمت الثاني اللي ريميك اللي على الفور. السابع طبعا ما ختمته للاسف. جالسين تلعبون صح؟ يمكن من اصعب الاجزاء السابع، يخوف كمان. السابع مخيف بس ترى الريزنت في الاساس لعبه تخوف، يعني طبيعي توقع انك تشوف شيء يخوف لان اصلا اللعبه تخوف، فهمت كيف؟ ايوه
يا أخي شوفوا ليون ريزيدنت الرابع مرة حماس، جربوه يا أخي أنصحكم فيها. مرة عجبتك اللعبة دي؟ والله مرة. إيش طب إيش أسوأ مرحلة في الرابع؟ أصعب مرحلة؟ أسوأ، مو أصعب، أسوأ. في فرق بين أسوأ وبين أصعب. أيوه يعني أسوأ يعني مكان كذا ما أنت حاب وكذا ما تقدر تستنى حتى تختم المكان ذا. هذا لما أقول لك أسوأ. أيوه حق لما تخرج من المكان الجزيرة. الجزيرة. أنت والله بصراحة ما أدري. مين؟ بس أنا ناسي ختمته يعني. شوف أنا أقول لك، عندك القرية اللي في البداية خلاص، عندك القلعة، عندك القرية، ولما يكون أول ما تجيب لا أسوأ مكان محل العملاق. أوه العملاق اللي في البركان ولا العملاق اللي في شو اسمه ده؟ البركان. صعبة يا أخي. أطخهم ولا معاكم سدس؟ لا أبغى أوفر. المهم كم معاك رصاص؟ قليل. شوف كم طاقتها؟ ولا طاقتها صفراء. المهم يا خلينا نتكلم. نسيت ايش كنت بسألك. ايوه اللي هو العملاق اللي تقابله في الجزيرة ولا العملاقين اللي في البركان؟ العملاقين. اللي في البركان. والله انا بالنسبة لي بقول لك بمكان مرة يزعجني، انت ممكن تتفق معي بنسبة 100%. ايش الجزء الرابع؟ في الجزء الرابع اللي هو لما يجي صاحب ليون اللي بالهليكوبتر وتقعد انت تقاتل وتقاتل الزومبي وهو يقاتل الزومبي بالمروحية. هذيك الجزئية مرة ازعجتني بصراحة. للأسف ما اذكرها عشان انا قد ختمتها اكثر من قبل سنتين يمكن. طب انا ما انت الحين ايش عارف ايش هذه الشغلات اللي بنسويها؟ نعم. هذه عبارة عن قطع. حلو. قطع حلو. نجمعها على اساس اننا نقدر نشغل القطار. الحين في مسدسات ثانية غير هذه؟ مبدئيا لا في مسدسات ثانية، بس انا لانه زي ما انت شايف المساحة قليلة فبوفر الشغلات المهمة مرة. طب الحين هناخذ هذا الشيء الدائري. ايوه. هنركبه فيه تمثال كذا في حديقة. فهنركب فيه القطع. يلا. اساس ناخذ البطارية، ومن البطارية نروح ناخذ شو اسمه ده؟ يعني شيء له علاقة بعدادات الكهرباء وكذا. على الزبد انه باختصار بالكلام كله على اساس انه نجمع قطع تشغل القطار على اساس انهم يهربون، هم يبغون يهربون. فالوسيلة الوحيدة قطار. فبس. كم هذه كم تتختم في كم؟ والله تقريبا تقدر تختمها في كم؟ نقدر نختمها تقريبا ب 3 إلى 4 ساعات. والله مرة قليل. بس ترى سووا لها ريميك على البلايستيشن 4، تدري ولا لا؟ ريميك يعني إعادة إصدار. يعني نفسه بس جودة أعلى. ايوه طريقة محسنة. بس تخيل حتى اللي بالجودة محسنة ترى تتختم بسرعة. يعني حتى بسرعة. يعني ذي أسرع من الجودة المحسنة، صدق أو لا تصدق. والله. اكتبوا في التعليقات إذا أنتوا ختمتوا ريزيدنت الرابع وريزيدنت الثالث. شوف الحين هذه شغلة مهمة. لا. اللي يميز اللعبة دي إنها في خيارين. حلو. الخيار الأول الحين يجيني خيارين، الخيار الأول إنها تطيح نفسها، الخيار الثاني إنها تتسلق الحفرة. إيش رأيك؟ إيش أخليها تختار، تطيح ولا تتسلق؟ أكيد تتسلق. ليش تصيح؟ الجودة المحسنة ما في الميزة دي للأسف. يعني ميزات كثيرة لها. يعني أحسن منه ولا لا؟ يعني تقريبا هذا أحسن من المحسن. المحسن ممكن يكون حلو للناس اللي تحب الأكشن وكذا، بس الناس اللي تبغى رعب عادة الكلام ده بيعجب اليوم الإصدار. يعني قد ختمته الجديد؟ الجديد ختمته تقريبا كل اللي في البيت ختمه. ما شاء الله. طيب إيش آخر ريزيدنت نزل؟ هو ذا هذا بس المحسن. حتى بوريك يا
لما نخلص الحين جيم ايوه بوريك اياه وشوف. طيب يلا فين داخل دحين؟ دحانة تعرف نبغى نرجع للحديقة زي ما قلت لك، فالحل الوحيد ان نرجع للحديقة اننا نسلك الطريق ذا. طبعا يعني تقول انت قريب متختمه؟ لا وين، لسه ما فيني والله. والله انا ما بحرق عليك بس باقي لي شغلات كثيرة. طيب الحين باختصار حلو نركب طبعا انا عندي عقدة من المكان ذا، بروح الطريق الثاني. المكان متاهات هين يمين يسار. يمين أيوة. يسار بالضبط. اي تخيل المحسنة ما في شيء ذا، بس سيدة بس سيدة. طيب قبل المحسنة ريزدنت ايش قبله؟ قبله كان الثاني محسن برضو، وقبل اللي انتم ختمتوه. لا يعني اللي نزل ريزدنت ايش؟ ايوه 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 واللي انتم ختمتوه، ختمتموه الجزء الثاني اللي بليون وبكلير ويروحون مركز الشرطة وينقذون البنت الصغيرة اللي اسمها شيري. تذكرت صح؟ تذكرت ولا تسلك؟ والله ما تذكرت الصراحة. دقيقة بوريك الصور. خلاص ركز ركز في اللعبة. لا بركز بس انا اقول على بالي يجي فيلم ولا ذا اذكرك. يلا هنا ذا الثلاث. ايش مكتوب؟ هنا ركب القطعة. دقيقة. ايوه ايش يسوي؟ ناخذ البطارية. البطارية حق ايش؟ دقيقة. حقيش البطارية؟ البطارية دي نطلع بها المصعد. طيب ايش ايش ما حصلت انت رصاص؟ لا للشتقن ولا طالع طالع على الجوال. ايوه هذه. طيب ما حصلت رصاص؟ لا معي رصاص. ذكرتها؟ ايوه ايوه هذه ختمتها. أيوة. بس ختمتها بكلير طبعا. لازم الليون لازم تختم بالاثنين. لازم ما خدت عشان تفتح النهاية الحقيقية. طيب دحين خلاص عندنا كل شيء تقريبا، باقي لنا بس اللي هي سلك الكهرباء ونشغل القطار. وكمان هذا ريزدنت ايفل 7 حلو. 7؟ ايه 7 و7 حلو ومرعب كمان. طيب الحين فيني مسيس صح؟ على ما اظن لا 7 ما فيه. السابع في واحد اسمه ايثن فيه بس فيه يلا. زوي يلا وفيه بس دول اللي اذكرهم. طبعا مين اكثر واحد تكره في ريزنت؟ انا اكره نمسيس والله يقعد يطاردك. لا انا اكره مستر اكس اللي في الجزء ذا اللي طاردكم. نمسيس كمان؟ لا هذاك مو نمسيس، هذاك اسمه مستر اكس. بس نمسيس يعقد يا اخي الواحد. صح. وفي واحدة كمان في الجزء الرابع. الرابع؟ اخر اخر وحش اخر وحش. والله نسيت اسمه سايزا. ما ادري ايش اسمه. واللي كمان يده مدري كيف يا اخي. ولابس نظارة. بس ما ادري ايش اسمه. كلاوزر. ايوه ايوه هذا كمان سريع ذا والله كريم. شاشة هذول ترى وحوش كثيرين. الحل الوحيد ان استخدم لهم بندقية. اوه حصلت رصاص. اوه من اول اخر رصاص. دقة واحدة. اوه تقريبا المدينة كلها زومبي. يب شايف كيف؟ يعني الله يعين. مين اجى معاها؟ هي لحالها اجى؟ مبدئيا هي لحالها وشافت واحد اسمه كارلوس. كارلوس حاول انه قال لها تعاوني معانا على اساس انه يعني على اساس انه تخلصيننا من المهمه وكذا وتساعدينه وكذا لانها شرطيه وعندها خبره. وخلتها دحين. ايوه فالحين اتفقت معاهم وكونوا حزب. طبعا الحين احنا في لغز. يقول لك هذا باب ما ينفتح غير بالطوارئ. خلاص؟ المهم الحين هذا لغز. لازم نخلي طاقة الكهرباء توصل ل 15 ل 25 عشان يفتح الباب ذا. وهذه
من ايوه هذه من 115 ل 125 فهذا هو اللغز. حليته طبعا قبل؟ لا ما حليته. ها قبل كذا ايوه حليته على بالي لسه الحين. ما قلت اول شيء نشغل العداد. هل في مهمات هذا الجزء؟ لا هو بس مهمة رئيسية يعني قصة واحدة. طيب هذا اللغز الأحمر يزيد خلاص. طيب ايش اللغز اللي والأخر والأزرق يزيد طبعا ما صار شيء. خليه أحمر أزرق أحمر أحمر غلط خليه ذي المرة أحمر 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 أزرق صح. تحلم الباب باقي الباب الثاني مضبوط صح. إيه وباقي الباب الثاني الباب الثاني إيوة يلا هي كم باب؟ هي بابين حلو الله. طبعا الباب الاول فيه سلاح والباب الثاني فيه اداه مهمه فاحنا فنبدا بالسلاح لانه لو اخذنا الاداه المهمه خلاص. شوف هذه الاداه المهمه ما هناخذها. ايوه انا اخذ السلاح اول شيء اللي هو يكون ايوه سمعت ايوه زومبي واو اشرد ولا يقدر يفتح الباب. ايوه الحين انا خيارين يا اني اخرج من الباب الطوارئ او اكهرب. طب انا بختار انه اكهرب اكيد لانه لو خرجت من باب الطوارئ هيكون لساتهم عايشين. ما احس انك عندي احد الطوارئ. لا باب الطوارئ ما الحين ناخذ الأداة المهمة اللي هي خلاص كذا. الحين عندنا قطع الكتار كاملة والكاملة الحين نخرج. تحس اي احسن مشاهد الجزء الريزدنت الثالث ولا الرابع المشاهد احسن؟ انت لا تقارن بس بالثالث والرابع يعني طيب الاجزاء كلها ايش؟ والله شوف انا الافضل جزء قلت لك كود فيرونيكا سينكلير للان. طيب المشاهد كمشاهد ممكن اعطي الثاني اللي انتم ختمتموه ايوه هو. طيب والنهايه السعيده اي جزء من الاجزاء حق ريزدنت حاليا؟ والله لو تلاحظ كل اجزاء ريزدنت او 90% خلينا نقول من اجزاء ريزدنت لهم نفس النهاية. كيف نفس النهاية؟ إنه يكونوا اثنين أو ثلاثة أو واحد في طيارة أو سفينة أو هذا ويمشي والمكان اللي وراه يتفجر. طبعاً يعني أحس بتكرار بنهاية ريزدنت بس صراحة لو تبغى تشوف النهاية الحقيقية مو أبغى أقهرك لأنك أنت ما ختمتها بس صراحة. الثاني لما تختم بالشخصيتين لأنك لما تختم بالشخصيتين يجيك فيلم مرة حلو. فالفيلم المرة حلو ده أنا بالنسبة لي أعتبره من أفضل الأفلام للأمانة. هو الوحيد اللي كانت نهايته مختلفة. الوحيد يعني والباقي يعني غير كذا الباقي أحس إنه تكرار تكرار. تتوقع في ريزدنت بينزلوا قريب؟ أيوه أعلنوا أصلاً. إيش؟ ريزدنت الثامن. اوه والله مين تتوقع الشخصيات؟ قالوا بيحطوا كريس هذا اللي اعرفه. انا اقول لك يمكن يحطون ايده ماني متاكد يمكن. خلاص ايوه شوف هنا لازم لاننا جمعنا كل القطع على اساس اننا نشغل القطار هم ما يسيبونا في حالنا. طيب لازم يصعبوا لنا ف يعني انا اتسلح بكل شيء. هذه كلها تختفي بسهولة. ليش؟ هتشوف ما هقول لك. ايش اللي في الشنطة؟ اللي في الشنطة خلاص انا اتوقع انه خلاص كذا اكتفيت. كذا اخذت كل شيء مهم. عندي علاجين ابغى اتعالج بس بالعشبة. يلا.
دحين تشغل القطار تروح. خلاص. طيب خزنها. لا. وروح للقطار. بخزنها في نهاية المقطع. أنا واثق إنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما هموت. يلا ها. وترى إذا مت. إذا مت تندم ترى. إذا مت أحذف المقطع ونعيد نسجل من البداية. يلا. نشوف. بس إذا ما مت وفزت ف هيكون شيء مرة حلو. ستار. شوف شوف مين ذا؟ نسيت صاحبك. لا لا ولا لا بتموت كذا نهاية. ترى ذا من ضربة يموت. يلا روح بسرعة والله شوف قاعد يجري. الحين هو يلحق. شكله يلحقني والله يا اخي. تعالج تعالج. ما صار له شيء لسه. انا ذا اللي يلا الحمد لله ما لحقت. ذا اللي يزعل ويطفشني يا اخي. انا قد مريت من ذا المكان. طيب الحمد لله ما لحقت. سمعت او شفت ايش؟ لا زلزال. طبعا انا بقول لك بشيء ترى مطورين ريزنت نفس اللي حقين الهوتين جراند. انت ختمت هوتين جراند صح؟ البنت اللي معاها الكلب. ايوه ايوه ختمته. اوكي اللي اسمها الكلب حقها هي. ايوه طيب الحين لازم نتخلص من الوحش. طبعا ذا الوحش كريه مره. خلاص كانت خزينها. الزبد لازم نشغل الأزرار كلها. والله إنه أنا مكان صح يعني يا ريت لو خزنتها. ترى كريه الوحش. لا لازم تقتلهم. كم واحد؟ خلاص خلاص خلاص. أيوة بس أطلع من السلام وفتح. بدون ما تقتلهم. بدون ما اقتل اي واحدة بس. عدت على خير. والله عدت ترى بالعادة انا اموت هنا. بس والله عدت على خير والله. بس عشان نجمع. عشان نجمع. ايه حظك انت مشغل. مشغل الحظ. وخلاص وخلصنا الحين جمع القطع كلها. يلا. اقتل القطع. اوكي الحين جمع القطع. واحد بقي لنا اللي هو الزيت والأسلاك. آخر شيء الزيت. كارلوس I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. Yeah, you're right, Jill. I'll operate the cable car. Nikolai won't be joining us. Come on, let's go. It's looking good. طيب اوكي الحين شغل القطار زي ما انت شايف. وفي البداية جيل اعتذرت لكارلوس لانه كارلوس اضطر انه يقتل واحد من اصحابه لانه تحول لزومبي. الحين نشوف ايش يصير لهم في القطار. وش؟ نشوف. تقاتل معاه الله يعين. والله ذي المرة لازم تخزنها بس ما في مكان.
فخلاص ما في مفر. بس هدفوا الخلطان ده. لا تقتلوا. مسيس يموت بالقصر. قومي 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 ترى ما قامت ومسكها تموت على طول. يا إلهي ويعيدوك أكيد مو من يعيدوني من البداية. لا لو يدوك قامت تولع وكذا خلاص نهايتي. لا 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 لا. Get out of the cable car now. We have to wait. Get out of here. Hurry. Who are we going to find him? See. شوف. طلعنا سالمين ولله الحمد. يلا اقرب تخزينه. اقرب تخزينه ذحين بقوه عشان مره بعيد. انت سمعت الصوت؟ لا ما تسمع اصحابك. الله يستر. روح اي غرفه. اقرب غرفه. انا انت عارف اني طماع شويه باخذ ذي الاشياء أساسا نفتك من المكان. هنا في شغلة مفتاح نص مفتاح طبعا. خلاص يلا يلا كويس وأنا هربت. أوكي خلاص أخيرا ناخذ الحبر طبعا. وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا اللايك ولا تنسونا الاشتراك في القناة ونشوفكم في مقاطع ثانية ومع السلامة. يلا وانا ما استودعكم الله. لا تنسوا الاشتراك وتحطوا اللايك ها لا تنسوا يلا عشان التعب هذا كله. ايوه يلا.